خلاص هادو باغينا نسقو بك اجنو باغينا نسقو هاني ما يطيقوش ما كان لا ملاو رانا شيعو بيه جاب حرك ربي حي حي بصيف العام اللي فات العربه بطل نسقو العام اللي فات السماء كيفاش السماء بعيا بالنا شوفوا لا السماء كيف كتجمع وخلصوا فوق البلاي بطل حنا رانا عندنا فلاحه هنايا والبحاير والبطاطا هيا ما لاش نخدمو كاع من هذا ما لاش نخدمو يطاقوه نهار ويحبسوه نهار في النهار ساعة ويحبس ما يجيش يخدم ذي المال إذا الغدوة بني ساعة ما يتعرف التليفون يبلعو عليك بكاش أنا عندي خمس خدامة أنايا خمس خدامة عندي 30 قطار رايوينة وعندي 30 قطار اللي قاعد نخلص الخدامة وياكلوا يشربوا والماء مكاش هي حابسة صاي حنا يا رانا نجدو في المقضية تاع الماء هذوما مش موفرين الماء عندنا المشكلة هنايا تسيير مكاش مسؤول المسؤول مكاش المسؤول حنا ما نسحقوش مرة هنا لقدنا راجل هنا ما لقدناش مرة هنايا راه نبلع التليفونات حنا من الخميس راه الماء مقطوع التليفونات مبلعين الفلاحة قاعدين مساكين يسوفروا قاعدين عند الفلاحة عند الأخرى تاعهم الرشاشات مكاش كان اللي راه يخلص هنايا 600 على 700 ألف ليلة خدامة قاعدين مكاش مليون خدام مكاش لا احنا نطالبوا احنا عندنا شات سيرفيس هنا عندنا شات سيرفيس راه هنايا اللي قاضب هنا الحمادنا اللي قاضب الريزو تاع حمادنا هنا يبلع التليفون والله ما يرد عليك تسيمو بالله ما يرد عليك هذا الملك تشوف يا معمر ذاك واحد الساعه ولا ساعتين طاقوه ما كاش ما زيدوش يعمروه يروحوا يبلعوا التليفون انا يعيطوا ما كان والو الفلاحه هنايا من حيت بدينا رانا بسمانه ما حولناش تحويله واحده انضرينا احنا الفلاحه رانا مضارير والله لنا مضارير انه مكاش وزايدين ثاني هما ما يطيقوش الماء طيب الله يحسن العون والله الا نضرينا يشوفوا فينا المسائل هدرتنا توصل على الاقل توصل المسائل يشوفونا حنا طالبين الماء على الاقل يمشي في النهار اسيدي يمشي وفرنا الماء اي بالنهار وبالليل يحبسوه هنا ساعه شي يدير انا في سمانه حولت تحويله واحده هي تحويله واحده بنتي مازوط من حيط عمرتها راه في سمانه ما خواتش ها نضريناش ثلاث خدامه عندي 20 مليون باش نخلصوا خدامه والله لا استفاد هذا المحيط في اطار حمل السقي لسنه 2020 وفي إطار السقي التكميلي للحبوب خاصة والوضعية الجوية اللي عرفتها تعرفها المنطقة استفاد من 5 ملايين متر مكعب خصصت لسقي الحبوب المتواجدة على هذه المحيط وعليه فالفلاحين مدعوين للتسجيل والاستفادة من هذه المياه واللي هي متوفرة حاليا على مستوى كل مساحات المحيط المجهزة فيما يخص بعض الانشغالات المواطنين فالتذبذب تاع مياه السقي خاصة في الانطلاقة تكون هناك بعض المشاكل ضيقة في ضبط الكميات على كل المناطق المحيط وعليه احنا في اتصال مباشر مع الهيئة المسيرة الديوان الوطني للسقي وصرف المياه وحدة وادي الرهيو المسيلة لهذا المحيط للوقوف على هذه الانشغالات وحلها في حينها وهناك لجنة محلية تتابع حملة السقي بالنسبة للمحيطين التي تملكهما الولاية سواء محيط ميناء أو محيط الشلف الأسفل أما فيما يخص البطاطا أو مزروعات البطاطا أو الخضروات بصفة عامة فهناك دراسة يتم دراسة إمكانية مع المصالح الفلاحية لتحديد الاحتياجات وتقديم طلب في هذا الشأن لتموين المحيط بحصة مسبقة في إطار حملة السقي لسقي هذه المزروعات.